دار حمودة فيهم شيء شيخ دار حمودة. ايش هذا بالضبط؟ ايش هذا؟ دار حمودة. تعال يا خلاص. ابراهيم الدار تحت فيها حاجات. يا رب لا اله الا الله. موسى سرير اسمع هي حاجه تحكي الله عليك. ها الله اكبر يلا بسرعة حسن محمد. شيلوا الجار يا جماعة الخير بس شيلوا اللي بيقدر يا عم تقول من قلناها بعشر دقايق. روح روح عليه وقدم عليه وقدم عليه قدم عليه يا ولد. ويهاب في الدار كمان ولا في المدرسة هاد من بيعرف قديش قريب ال 40 شو 40 شو 40